لم يكن يشتكي من أي مرض يا أستاذ سعيد؟ لا لا، ما كانش بيشتكي من أي مرض، ويعني أنا عرفت بالوفاة تقريبا الساعة 10 بالليل. ما كنتش مصدق. صديق لي اتصل بي وقال لي الشيخ عبد الله كامل بقاء لله كان في مسجد التوحيد، وكان البوليس كتير جدا هناك لأنه يعني توفى في مسجد، والدنيا يعني كان في شك، لكن بفضل الله بعد كل الإجراءات اللي عملوها لقوا إن الوفاة طبيعية بدون أي شيء. طب أحد الأصدقاء كتب بأنه كان مع الشيخ وكانوا بيتدرسوا القرآن الكريم، وإن هم صلوا الفجر مع بعض وبعد كده الظهر، وبعد كده الشيخ راح عشان يريح وينام كده، وحتى في صلاة العصر ما وجدهوش، وفي صلاة المغرب برضه كان مختفي عن الأنظار، شعروا بالخوف عليه، ذهبوا لغرفته ليفاجأوا بوفاته. يعني الأمر مثلا هكذا تم أم إنه كان هناك كواليس أخرى؟ نعم، هكذا تم. هم صلوا الفجر مع بعض في المسجد، مسجد التوحيد، وراح مع الشيخ مصطفى أبو سيف البيت عنده، قعدوا مع بعض يتدرسوا القرآن زي ما حضرتك تفضلت لغاية الظهر، يعني مدة كبيرة جدا، يعني من الفجر للظهر، وبعدين راحوا صلوا الفجر الظهر وأم بيهم صلاة الظهر، ووصلوا لغرفته في المسجد ونام. وكان قدر الله يعني ان هو يتوفاه الله في هذه الايام المباركه، وبعد هذا الجهد الكبير، بعد صيام وقيام وتهجد وركوع وعبادات، يعني نغبطه عليها، ربنا يجعلها في ميزان حسناته، في ميزان يا حسنات رب. امين يا رب. كل الناس يعني.